مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة لقمة جدة للأمن والتنمية، كما نشاهد هذه الصور التي تظهر على الشاشة وهي صور دخول الزعماء إلى مقر القمة. هذه الصور غوى جاءت بعد اجتماعات مجموعة من الاجتماعات الحافلة قبل القمة. صحيح مالك، وتابعنا قبل قليل يعني هذه الصورة الجماعية للرؤساء، رؤساء الدول المشاركة في هذه القمة، قمة جدة التي تحمل عنوان الأمن والتنمية، والتي يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الشرق أوسطية التي يقوم بها إلى هذه المنطقة. تابعنا بالأمس مالك مع مشاهدينا وصول الرئيس الأمريكي إلى جدة، كان هناك لقاءات جمعته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وكذلك ولي عهده، وأيضا صدر بيان أو خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس، ربما كان توقيت الصباحي بالنسبة للولايات المتحدة، وخرج هذا اللقاء أو هذا الخطاب بجملة من التصريحات سنتابع ونحلل ونناقش أكثر في هذا الخطاب مع ضيوفنا هنا بالاستوديو بطبيعة الحال بعد قليل، وسنتابع في مواضيع هذه التغطية مع ضيوفنا أيضا مع بعض المحللين السياسيين مالك. بالفعل غوى، إذن قمة جدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق خلال اجتماع القمة الذي نشاهده الآن، وهي في المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث ناقش الرئيس الأمريكي أسعار النفط المتقلبة وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب. إذا نشاهد الآن هو الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس وفد المملكة العربية السعودية في هذه القمة. نشاهد الرؤساء دخلوا الآن على طاولة الاجتماع، نشاهد الرئيس الأمريكي يخاطب الآن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في محادثات ثنائية يبدو قبل القمة، و نشاهد هذه المشاهد أيضا مالك إلى جانب هذه المحادثات الثنائية التي نراها الآن عبر هذه الصور المباشرة والتي نبثها عبر شاشة MBC. مشاهدينا، كانت هناك أيضا لقاءات جانبية على هامش هذه القمة، قمة جدة جمعت بعض من الدول يعني بطبيعة الحال، ومن المقرر بحسب برنامج هذه القمة، برنامج أيضا هذه الزيارة مالك، بعد اكتمال وصول الزعماء العرب المشاركين كما نتابع في هذه القمة، كما ذكرنا تحمل عنوان الأمن والتنمية. نحن أيضا بانتظار الآن انطلاق أعمالها بعد قليل، بعد لحظات من الآن كما نشاهد، إذ سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، هذا بالإضافة إلى الدول العربية التي دعيت للمشاركة في هذه القمة. نتحدث عن جمهورية مصر العربية، نتحدث عن المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا نتحدث عن العراق. نعم. ومن حضر هو رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وتابعنا هذا اللقاء بالفعل يوم غد مع ولي العهد له.